طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. جينا المؤسسة هنايا عند المدير، بغيت نسجلو واحد الابن ديالي اللي هو أحمد البقالي، بغيت نسجلو عندهم في المؤسسة. قال لي المدير غيمشي عند رئيس جمعية الآباء، مشيت رئيس عند جمعية الآباء، قال لي سير عند واحد النائب ديال المال ديالهم، أدينا له، قال لك أعطيني واحد المبلغ ديال 300 درهم، أعطيناهم 300 درهم، دازت عليه واحد المدة، أعطيناهم الرقم الهاتف، قال لك دابا نصونيو عليكم إن شاء الله باش دوزوهم باش يلتحقوا بالمدرسة. دازت الأيام كنصوني عليهم أنا، ما كيبغوش يجاوبوني. واحد الأيام جيت لهنا، جات شي جمعية لهنايا اللي عندهم من القسم، قال لك خير الاولاد ديالكم ما مسجلينش، خصكم تجمعوا لنا الاوراق من الاول وسجلوا لنا. ديك الساعه سجلوا لي الولد ديالي. دابا في هاد الايام هذه بحال اللي كيبتزونا، كيقول لنا يلاه معنا المقاطعه، نمشيو نكاليزيو معنا شي ورقه باش نرجعوا لكم هذيك المبلغ المالي ديال 300 درهم. وهذا اللي سميتها مدرسه البادية، في اشند، حي غرس المرس اشند. دابا انتم شبروا من عندكم 300 درهم، شبروا 300 درهم وما سجلوا لناش الاولاد. ودابا كيبتزونا كيقولوا لنا يلاه نمشيو معنا المقاطعه، نعملوا واحد التزام ولا تنازل باش يرجعوا لنا ديك الفلوس. انا ما بغيتش، انا قلت لهم ما عطيتونيش التوصيل في الاول على ديك الفلوس هذيك، دابا راه ما غنعطيكم، ما يمكنش نمشي نكاليزي في وسط المدرسه، وسط مؤسسه ديال الدوله اللي هي مؤسسه ديال الدوله ما كتخلص فيها حتى درهم. تقريبا شحال الضحايا كاينين؟ شي نقولوا واحد 30 واحد تقريبا ولا اكثر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي عملنا واحد الوقفه احتجاجيه ان شاء الله، مشينا عند المدير ندخلوا ولادنا في المدرسه، قال لك سيروا عند النائب الجامعه، انا نائب الجامعه ومصحاب الصندوق. مشينا لعندهم، قال لك اسيدي خصكم تدخلوا ولادكم، واخا قال لك واحد 300 درهم لواحد غتخلصوا واحد مدرسه الدوله. قلنا ديال شنا هي هذا الشيء هذا؟ قال لك اسيدي ديال الملف ديال الدوسي التسجيل. مشينا عندهم، قال لك اسيدي صافي حنا سجلنا يلاه سلام. منين مشينا نشوف ولادنا مسجلين، ما جبرناش ولادنا مسجلين. خلصوا 300 درهم؟ خلصنا 300 درهم مثلا، ما سجلوناش ولادنا. مؤخرا عاد فتشنا جبرنا ولادنا ما مسجلينش. كل واحد واش نعطى، راه واحد عدد الناس، ماشي واحد ماشي جوج، واحد عدد، وراه ما كان واحد كثره، واحد 30 الناس ولا وزياده. 300 درهم كل واحد وشبر عنده. كاين انا شبر، انا دفعني مشيت عند المدير قلت له ودي شنو كاين، قال لك مشي عند جمعيه الاباء عند بن، قال لك مشي عند البقالي. مشيت عند البقالي قلت له كيما الحال كاين، قال لك مشي شي واحد في الاول، قال لي 300، قال لي المهم جيب لي 25 فرنك وجيب لي وريقات كيفاش كيفاش. وجيت الوريقات جبتهم له، قلت كنت انا ولادي في شي عيطوا لي، عطيت النمره التليفون يعيطوا لي ما عيطوا ليش. ملي جيت نشوف بنتي واش مسجله، قال لك ما باقا مسجلش. عاد جات شي جمعيه اخرى وعيطوا لنا، عملوا لنا اجتماع، جمعوا لنا، اجي عند بنتي مسجل عند فلانه، اجي انت عند مسجل عند فلانه، اجي انت عند مسجل عند فلانه، اجي انت عند مسجل عند فلان، فهمتي؟ عملوا ديك الشيء الامور هذه وحنا باقي كنتسناو. السلام عليكم، حنا جينا نسجلوا ولادنا في المدرسه ابتدائيه تاع الدوله، قالوا لينا خاصكم تعطيو 300 درهم ديال التسجيل والوراق. دفعنا 300 درهم والوراق، مني عطلوا علينا ما عيطوش عليهم شويه، جمعونا، جات شي جمعيه جمعونا، قال لك عاد من تسجلتوا، عاد قلنا لهم عاد من وعطينا الفلوس، قال لك هذا الشيء ماشي قانوني، الدوله فابور. مني مشينا قال لك ديروا شكايه، قلنا السميات ديالنا داك الشيء، شويه مشات الشكايه شويه، كيقولوا لنا يلا المقاطعه نرجعوا لكم فلوسكم، وسنيو على ديك الشكايه تنازلوا. انا بعدا مشيت وعطوني الفلوس، وسنيت حنا شي 15 13 واحد اللي مشينا سنين. قالوا لكم علاش تسنيو ولا والو؟ قالوا لنا عاد ديروا التنازل على الشكايه ضد السيد اللي عطيتوه الفلوس. عطيتو في وسط المدرسه نتوما؟ لا، هو في الدار ديالو، في الحضانه ديالو. شنو الخدمه ديالو هاد السيد؟ خدام مع الجمعيه، جمعيه الاباء. جمعيه الاباء، وحنا ما حنا ما كنتهموه لا هو ولا المدير، المهم داك الشيء اللي قالوا لينا عطينا. الاباء وحضانه؟ الحضانه ماشي ديالو، غير ديال مراته هو كيكون، ومراته مكلفه. وصافي دابا رئيس الجمعيه ديالهم داتنا، رجعت لينا الفلوس وسنينا حنا شي 13 12 مره.
12 كاين اللي رجعوا لي وكاين اللي ما بغاش يسني ديك الورقه ما مشاش بقى 18 دابا ما شدوش هادشي اللي كاين.